لعام 2015 للميلاد. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، المنصة الرئيسية التي تقف مرحبا ومرحبة بهذه الأسماء. هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام في هذه اللحظات أيضا يصل سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي، وسيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان المستشار الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن العربية الأصيلة، ورئيس اللجان التنظيمية لبطولات الخليج. هنا يأتي التتويج مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هذه هي اللحظات الجميلة وهذه هي اللحظات الرائعة مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام. هنا أيضا الكأس المفتوح يذهب مع انذار لهجن الرئاسة بقيادة مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. هنا أيضا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم يأتي مع أيضا التسليم، أيضا سمو الشيخ راشد بن حمدان آل نهيان. هذا هو المميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي يستلم كأس انذار في الشوط المفتوح. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة، والتهاني أيضا للمميز مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. هذه أيضا انذار من أيضا فازت بالشوط المفتوح. 7 دقائق 23 ثانية وأيضا 8 أجزاء من الثانية. يأتي أيضا الشداد الذهبي وهنا سرمد لهجن الرئاسة راشد بن محمد السم المصوري. المستحيل من يذهب بالشوط المفتوح للجعدان ويعيد الكرة كما أيضا ذهب بتوقيت مثير في العام الماضي. يأتي بسرمد أيضا مسجلا التوقيت الأفضل، 7 دقائق 5 ثواني 5 أجزاء من الثانية. هنا يأتي تتويجي كأس اللقاية المحليات منصب من هجن العاصفة. هنا مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، التتويج لمنصب لهجن العاصفة. ايضا يتواجد في المنصة الرئيسية سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. 7 دقائق 21 ثانية وجزءا واحدا من الثانية. هنا ايضا التتويج لمنصب تهانينا والناموس، بينما شوط الجعدان كان حرب ايضا لهجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. إذن مشاهدين الأعزاء متابعين